اللي كلنا بندور عليه في الارض، متعلق من ربنا يحبني. ربنا يحبني ازاي اصلا؟ ما فيش سؤال اسمه ربنا يحبني ازاي، انه ربنا بيحبك. هو اصلا بيحبك لولا انه احبك ما اوجدك. خلص الموضوع. انت لو بتحبنيش هتجيبني هنا مكتبك. هو اصلا يحبك. عارف السؤال ايه؟ انت محتاج تتيقن ان هو بيحبك. ما تدورش اعمل ايه عشان يحبني. ان الله يحب، هو بيحبك. يقول له يا ابا بكر، ان الله راض عنك، فهل انت راض عن الله؟ لرسول الله العكس، بس يمكن حضرتك يعني. يقول له لا، ان الله راض عنك، فهل انت راض عن الله؟ ويسال سيدنا موسى، يقول له يا رب ما علامه رضاك؟ سيدنا موسى سال نفس سؤالك، ما علامه رضاك؟ اعمل ايه عشان ترضى عني؟ قال يا موسى، رضايا من رضاك انت عني. اي امتى هرضى عنك؟ لما انت ترضى عني، لما ترضى عن تصرفاتي فيك، لما ترضى عن الوضع اللي انا حطك فيه، وقتها اعرف ان انا راضي. فالله يحب. لا، هو ربنا بيحبك. المشكله عندي انا، اتيقن واؤمن تماما ان هو بيحبني، فاعرف ان انا محبوب. فبقى معنيتش بقى ما هتروح في مشكله. وقت ما اغلط بقى اروح استغفر. وقت ما تحصل ازمه اعرف ان هو بيحبني، فدي اكيد ليها مخرج تاني. ابتليهم بالمصائب اللي اطهرهم من المعايب. انا لازم متاكد ان هو بيحبني، لانه خلقني انسان مكرم، ولانه قال نفخت فيه من روحي. كان قادر ان هو يقول للملائكه صوروا صوره جثه كده وروحوا انفخوا فيها الروح. قال نفخت فيه من روحي، فانت فيك روحه سبحانه وتعالى، وتقول لي ما بيحبكش؟ منفوخ فيك روحه. الجنة قال أعددت بنفسه سبحانه وتعالى لعبادي الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاب الملائكة يسجدوا ليك، اللي هم المكرمين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون. طرد إبليس عشان رفض يسجد ليك وتكبر، وقال يلا اخرج منها. ولما حصلت المشكلة والأزمة وعصى آدم ربه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اجتباه وتاب عليه وقال له لقنه، قال له لما تغلط يا آدم قول استغفر الله، توب بس وانا توب عليك. ولما جه نزله يقول له يا آدم أكنت تريد أن أعصمك؟ قال بلى يا رب، وما كنتش خرجت من الجنة، وما كنتش حصلت المشاكل، ولا عملنا معاصي، ولا عدنا القعدة اللي احنا عدنا دي. قال يا آدم وإن عصمتك؟ ما لا عمل النار لمين ولا هعزم؟ قال يا آدم إن عصمتك فعلى من أجود برحمتي، وعلى من أمن بتوبتي. أنا لو عصمتك كنت مغلطتش، أنا هرحم مين وتوب مين وتوب على مين بس؟ الله. يا آدم لا تحزن، فلك خلقتها. أنا خلقها أصلا عشانك أنت، فلا تحزن. انزل بقى أنت بس، اسعى.